قامت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجلفة بتوقيف شبكة إجرامية تقوم بترويج مختلف أنواع التبغ بطريقة غير قانونية على مستوى إقليم بلدية الجلفة. بعد استغلال المعلومة ووضع خطة محكمة، تم حجز كمية معتبرة من التبغ المقلدة متمثلة في مادة شمة سجاء محلية وأجنبية ولوازم الشيشة بمقدار 50,895 علبة، بما فيها 150,965 ألف علبة شماء و 56,945 علبة سجائر، وتوقيف 4 أشخاص متورطين، بالإضافة إلى حجز مركبتين لنقل بضائع تقدر القيمة الإجمالية للمحجوزات ب 2,172,000 سنتيم. سيتم تقديم المتورطين للجهات القضائية فور استكمال التحقيق. ختاما، تبقى قنوات اتصال من طرف قيادة الدرك الوطني في خدمة المواطن عن طريق الرقم الأخضر 1055 وكذا موقع الشكاوي bpdijan.mdn.dz.